وألا يلهو بالمال عن الآخرة، فإن ربنا سبحانه وتعالى قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر بالأموال وطلب الأموال وبالأولاد حتى زرتم المقابر، لهيتم عن دينكم، لهيتم عن آخرتكم حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. المسلم وهو يتقلب في نعمة المال، قل المال في يده أو كثر، يجب عليه أن يتذكر مآله مع المال. إذا خرجت الروح وحمل على أكتاف الرجال إلى قبره، ما مآل المال معه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. أنت يا عبد الله ستعيش ما تعيش في هذه الدنيا، ثم لا بد من الموت، ثم يساق الإنسان إلى قبره، يحمل إلى قبره. فإن كان الرجل صالحا قال: قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟